طيب النهارده كان في خبر ايضا مهم بيتعلق بالاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لكره القدم بعد ما اعلن بشكل رسمي ايقاف احمد رئيس الاتحاد الافريقي لمده 5 سنوات، وده او دي عقوبه من قبل الفيفا بسبب ايه؟ يعني بسبب ادانته بارتكاب مخالفات ماليه واداريه. والغرفه القضائيه بلجنه الاخلاق التابعه للفيفا ادانت المسؤول الكروي الاول في افريقيا بانتهاك واجبات الولاء لوظيفته ومنح هدايا ومزايا اخرى واستغلال المنصب والتصرف على نحو غير مشروع في الموارد الماليه لكاف. وده امر كان تم الاعلان عنه اليوم من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم. وفرضت الفيفا كمان غرامه ماليه على احمد قدرها 200,000 فرنك سويسري، نحو حوالي يعني 220,000 دولار زي ما ظهر في البيان اللي طلع النهارده. واحنا عارفين احمد يعني عنده يعني راجل كان دولته او من مدغشقر تحديدا يعني بيبلغ من العمر 60 عاما، وكان ترأس الاتحاد الافريقي في 2017. احنا نتمنى يعني ان الامور تنصلح في الاتحاد الافريقي تحديدا فيما يتعلق بالجوانب اللي بتتعلق بالفساد والكلام ده، لان بصراحه الكره الافريقيه نفسها فنيا بتتطور، لكن قرارات من الاتحاد الافريقي ومن هذا القبيل وامور بتعطل يعني حاجات كتير جدا بتتعلق بالفرق الافريقيه المختلفه. نتمنى ان يكون في تطور شويه على كل الاصعده الخاصه بالاتحاد الافريقي لكره القدم.